رسائل كثيرة بتأتينا وازدادت بعد الرسالة اللي وجهتها بالأمس لأشقائنا وأهالينا في تونس، وخصوصا جماهير الترجي والدعوات العنيفة والتي تتصاعد من نفوس غاضبة يستغلها كمان أصحاب نوايا خبيثة على مباراة العودة في نهائي البطولة الإفريقية. أنا امبارح طالبنا الجماهير التونسية أنه حقيقة أنه جسد الأمة ليس يحتمل مثخن بالجراح ولا يحتمل أكثر من هذا، وأن هذه الدعوات مرفوضة تماما. ونذكرهم بأنه وسائل الإعلام اللي بتلعب سواء في تونس أو في مصر على هذه الحكاية ممولة تمويل لا يخفى على أحد إماراتي وخليجي بشكل بشع، وليه مصلحة أنه يحط قنابل دخان في كل حتة دلوقتي لكي ينقذوا طالمونشارو شخص ما في المملكة العربية السعودية زي ما وصفه أردوغان. بعض الدعوات المرفوضة بكل الأشكال اخترت لحضراتكم منها واحدة بناء على طلبات جايالنا من ساعة ما الناس عرفت أن معنا الشيخ بشير بن حسن ليوجه رسالة حب لهؤلاء وهؤلاء. تعال نسمع الأول رسالة الكره اللي مرفوضة مننا جميعا. بربي يا دولة، يا حكومة، يا وزارة الداخلية، يا قائد السبسي، يا استغفر الله العظيم الكل. راهو اللي صار في مصر راهو مربعك ببلة، راهو الشعب المصري عمره ما كان باش يوصل كما يقولوا هما يعلم علينا. سيبونا، ردوا بالكم وذي المكشخين الكل شعلوها الدنيا شعلوها، ردوا بالكم انتوما. يا اخي هما عندهم رؤساء وعندهم جمهور وعندهم بوليسيه واحنا ما عندناش. في رادس رد بالكم، تدخلوا حتى باش تقولوا صليوا على النبي، على خاطر راهي العباد فاده تحقرنا. شعب عايش على الفور، معناها شعب بصاص مش يجي يكذب علينا احنا. خليونا نجيبوا حقوقنا، وخلي العباد هي اللي تتصرف، خلي الجمهور نتاع الدولة الترجية تو يعرف كيفاش يجيب حقه. كيما إجاو تتفرجوا توانسة شنو باش يعملوا فيكم، وحق رسول الله لما إجاو تنقولوا لكم يا باشا وأم الدنيا. بربي بنأسف تماما لهذه الكلمات التي جاءت من هذا المشجع، وهذا ليس الشعب التونسي، ده مش كلام مصاطب، هذه حقيقة وليس معبرا عن الشعب التونسي. وأعود وأكد تاني لليوم الثاني على التوالي، وده دليل اهتمامنا وأهمية هذا الموضوع، إن الأمن في مصر لا يعبر عن الشعب. أي تجاوزات حدثت من الأمن المصري ضد الجماهير التونسية ليست معبرة إطلاقا عن الشعب المصري. إحنا شعب تحت الاحتلال. الأمن المصري ليس معبرا إطلاقا عن هذا الشعب، بل هو يستعبد هذا الشعب. بقول لك شركة بريزنتيشن اللي قاعدين ناس تروج إن الناس قعدت معاها، الحكام قعدت معاها، دي شركة مخابراتية، وبلسان رئيس الاتحاد المصري شخصيا من مؤتمر صحفي، وأعلنها أكتر من كده. كيف تجد هذا الدعوات وهذا التوقيت التي تريد إشعال الأمور والتي تنتشر ونرصدها حقيقة بارتفاع ملحوظ فضيلة الشيخ؟ أولا هذا التصريح النابي الذي تضمن هذه الكلمات الجارحة والمقرفة لا يمثل إلا صاحبه، وأنا أدعوه من هذا المنبر إلى أن يستغفر الله عز وجل، وأن يعتذر لإخوانه لأشقائنا المصريين الذين هم إخواننا في الدين وفي الإسلام وفي العقيدة. وهذا التصريح لا يمثل الشعب التونسي بفضل الله. يا جماعة الخير بارك الله فيكم، كفى جسد الأمة الإسلامية تمزيقا، وكفاها حروبا، وكفاها فتنا. هؤلاء الطغاة يريدون اصطناع مزيدا من الخلافات، هذه سياساتهم، هي السياسة الفرعونية المتجددة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شيعا يعني فرقا. فتفريق المجتمع بمثل هذه النعارات في صورة الترفيه كلها مقصودة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحارقة. نحن لا نحرم الكرة إن كانت في إطار التنافس الشريف، أما أن تتحول إلى حروب طاحنة وسباب وشتائم، وربما ضرب وضارب ومضروب وتسيل لأجلها الدماء، وربما تسقط أرواح، فحينئذ تصير من عمل الشيطان. كل ما أدى بالناس إلى الخلاف والصراع فهو من عمل الشيطان، كما نص الله على الخمر. لماذا حرم الله الخمر والميسر؟ لماذا؟ من أعظم علل التحريم ما قاله الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ما الذي استفدناه من الكرة؟ الله يبارك فيك. لو ربحت الترجي، الله يسعدك، أو ربح الأهلي، أو ما أدري ما الذي استفدناه. هب أن الآن العرب متخلفون حتى في المجال الرياضي، يعني نكسوا رؤوسنا في كأس العالم الأخيرة، وهذا انعكاس. كنا الأخير، مصر كانت الأخير، نعم الأخير على 32 دولة. سياسة الفشل العربية تنعكس على الميادين الكروية، لا شك. السياسة الآن الفاشلة تنعكس حتى على المجال الرياضي، وبالتالي نحن كما قال علي بن أبي طالب حينما مر على بعض أهل الكوفة وهم يلعبون وقد انشغلوا باللعب عن يعني الأمور المهمة، ما قال ما لهذا خلقنا. نحن لا نحرم اللعب والترفيه عن النفس، لكن هل هذا هو المقصود من وجود الإنسان في الحياة؟ وحتى إذا حصلت مثل المباريات، ولنفرض أننا خسرنا ولنفرض أننا ربحنا، هل إذا ربحنا والحكم غلط، الحكم تجاوز، أحرقوا بيته. تصوروا لو كان في البيت عائلة وأطفال، ما هذه الهمجية؟ السعودية والإمارات بيبحثوا، مستعدين يدفعوا أي حاجة عشان الدنيا تولع، نعم، عشان يتنسي الموضوع الرئيس. واللعب اللي حصل في تونس ليس ببعيد. لإخواننا في تونس، الأمن المصري عامل مذبحتين في الجماهير المصرية، مذبحتين، مذبحة اتقتل فيها 74 ومذبحة اتقتل فيها 20. ايه المطلوب تاني عشان تعرفوا ان احنا شعب مقهور مش معبر عنه عن حاجه؟ يعني واحد بيقول لي دلوقتي، تونسي بعد يقول لي معتز انا بحبك ارجوك امسك العصايه في النص. يا اخي مالي هذا في هذا الموضوع ارجوك، عشان اعوذ بالله ما مسكناهاش مع الحكام هنمسكها في الكوره. يا رجل عصايه اللي في النص اللي في الكوره دي، سبحان الله. لا تخرجوا المباراه من ملعب المباراه، تخرجوش الموضوع، مش مستحمله وتلاقي ده ويقول لك وقصه والروايه. لا ده وطن مكتمل ولا ده وطن مكتمل، ده وطن منكوب وده وطن منكوب. عايز تنصر بلدك عندك 1000 طريقه تنصرها غير فرقه الكوره.